السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج أحداث وأصداء، والتي نخصصها لما كشفت عنه صحيفة لوموند الفرنسية اليوم يوم الجمعة، بأن المملكة العربية السعودية طلبت في رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغط على قطر ومنعها من الحصول على منظومة الS-400 الروسية. وحسب المعلومات التي كشفت عنها الصحيفة، فقد أبلغت السعودية مؤخرا برسالة إلى الإليزي تقول فيها أنها على استعداد للقيام بعمل عسكري ضد قطر إذا اكتسبت منظومة الدفاع الجوية الروسية الS-400. عن أبعاد وتداعيات هذا التهديد السعودي لدولة قطر إن صح، نحاول مشاهدينا الكرام النقاش اليوم بعد هذا التقرير. صحيفة لوموند الفرنسية كشفت أن السعودية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت على منظومة S-400 الدفاعية الروسية. ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز طلب في رسالة وجهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغط على قطر لثنيها عن شراء المنظومة الدفاعية الروسية المتطورة، وإلا ستتخذ المملكة الإجراءات الضرورية للقضاء على تلك المنظومة بما في ذلك القيام بعمل عسكري. تجدر الإشارة إلى أن سفير دولة قطر لدى روسيا فهد بن محمد العطية قد صرح في يناير كانون الثاني بأن بلاده تعتزم الحصول على منظومة S-400 التي تتميز بإمكاناتها المتعددة للاشتباك مع الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وبقدرتها على الكشف والاشتباك مع أهداف على مدى 400 كيلومتر، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الكريملين دخلت مرحلة متقدمة. تعتبر التهديدات السعودية جزءا من حملة التصعيد ضد قطر عقب تفجر الأزمة الخليجية في 5 يونيو حزيران الماضي، إذ قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقتها مع الدوحة وفرضت عليها حصارا جويا وبريا نتيجة حملة افتراءات قبل أن تقدم شروطا لفك الحصار من 13 بندا يهدف إلى فرض الوصاية على القرار الوطني لقطر. السعودية قالت إنها تسعى أيضا للحصول على هذه المنظومة الدفاعية الروسية وأن التراتيب جارية لإتمام الصفقة. مراقبون تساءلوا عن ازدواجية المعايير السعودية، كيف يمكن أن تمنع جارتها قطر مما هي بصدد فعله؟ انتظر العرب والمسلمون في شهر رمضان أن ينتهي الخلاف الخليجي بالتراضي ورفع الحصار والكف عن التهديد، لكن هذا الانتظار ذهب أدراج تصعيد دول الحصار في كل مرة ولأسباب متعددة. للنقاش حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ينضم إلينا في الأستوديو الدكتور محمد المذحجي الكاتب والإعلامي. أهلا وسهلا بك سيد محمد، ورمضانك مبارك. أهلا فيك أستاذة بسمة، وتحياتي للسادة المشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. بداية، دولة خليجية عربية تهدد بشن عملية عسكرية ضد دولة عربية خليجية أخرى، ماذا يمثل هذا المعطى إذا نظرنا له من حيث الشكل؟ طبعا الأزمة الخليجية نحن على اعتاب الذكرى السنوية لها، يعني مر عليها ما يقارب عام بعد أيام قليلة يوم الثلاثاء، وحتى الآن لا نرى أي بوادر لحل الأزمة أو حتى بوادر يمكن أن تدخل هذه الدول في مفاوضات معينة لحلها. ونرى أنه جاء التصعيد العسكري، وطبعا هذا التصريح أو التسريب الإعلامي سبقه هناك حديث عن عمل عسكري في الدوحة قبل أقل من 6 أشهر، يعني لوحت الدول المقاطعة بأن هناك احتمالية لعملية عسكرية. طبعا الموضوع هو ليس يتعلق، أنا أريد أشير إلى خلفية هذا الموضوع، كما نشرت وكالة بلومبرغ للأنباء الأمريكية أنه الغاز يقف خلف هذه الأزمة وليس شروط 13 أو الجزيرة أو يعني مطالب أخرى. طبعا تلك المطالب هي مطروحة على الطاولة منذ زمن وليس اليوم وأمس، يعني منذ أقل 10 سنوات هذه المطالب مطروحة في مفاوضات داخلية ما بين مجلس التعاون الخليجي. لكن لماذا الأزمة الآن تفجرت؟ يتعلق بقرارات قمة باريس للمناخ 2014 التي تم اتخاذ قرار الانتقال من حقبة النفط
إلى حقبة الغاز بوصفه الطاقة النظيفة، يعني ملف الغاز سيتصدر ملف الطاقة في العالم خلال العقود القادمة. من هذا المنطلق السعودية تحاول أن تضع يدها على حقل شمال للغاز المشترك بين إيران وقطر، الذي قطر تستحوذ على 70% منه وإيران 30%، وهذا الحقل هو جزء أكبر حقول غازية في العالم، يحتوي على ما لا يقل عن 990 مليار متر مكعب من الغاز حسب تقديرات بريتش بتروليوم، شركة النفط الشهيرة البريطانية. ومن هذا المنطلق السعودية تحاول أن تدخل أو تضع يدها على الاحتياطات الغازية. أنا أشير لتصريح لوزير الطاقة السعودي ووزير النفط السعودي قبل أقل من 10 أشهر بعد اندلاع الأزمة، قال أن السعودية ستخصص أكثر من 400 مليار دولار للاستثمار في قطاع الغاز في شتى نقاط العالم، يعني لم يحدد فقط في منطقة الخليج. فيعني الصراع الرئيسي يتعلق بصراع الطاقة وصراع الاقتصاد. لكن لماذا في هذا الوقت بالذات؟ أنت أشرت بأنه مرت سنة حول هذا الحصار، يعني كان مجديا غير مجدي، ربما كثير من الأسئلة باتت تطرح. بومبيو اليوم يتحدث عن مبادرة أمريكية من أجل حل الأزمة الخليجية، يعني هذا التسريب لماذا تم في هذا الوقت بالتحديد؟ ونتحدث سابقه تصريح لماكرون عندما تحدث عن أنه تدخل في الأزمة في أزمة الحريري، وهذا الأمر نفته السعودية، يعني دخول فرنسا على الخط، هذا التصريح ربما هي لم تصرح به السعودية صراحة، لكن جاء تسريبا وليس تصريحا، يعني ما الغرض منه في النهاية وفي أي جهة يخدم؟ يعني من الواضح هذا التسريب الذي يعني نسب للجانب السعودي يظهر أن السعوديون لا يريدون حل الأزمة من خلال وساطات فرنسية أو أمريكية. حتى إذا راجعنا لتصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قبل أقل من شهر بعد ما تم طرح فكرة وساطة الولايات المتحدة من جديد من قبل مايك بومبيو، وحتى تصريحات لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي الذي طالب المجلس التعاون الخليجي وقال أن وحدة مجلس التعاون الخليجي هي ضرورة، هذه تصريحات منشورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ما يقف بالجانب السعودي لكنه يريد حل هذه الأزمة. لكن السعودية لا تريد حل هذه الأزمة بالشكل الذي تطرحه الولايات المتحدة أو فرنسا أو أي دولة أخرى وحتى روسيا. يعني حين قبل 6 أشهر أو 7 أشهر وزير الدفاع الروسي وزير الخارجية الروسي حاولا أن يكونا وسيطا لحل هذه الأزمة أيضا، يعني كانت هناك محاولات روسية حتى للملمت هذه الأزمة ووصول إلى حل معين، التوصل إلى حل معين. لكنه يعني حتى نقطة أخرى، أصلا موضوع البرنامج اليوم يتعلق بإس 400، لماذا روسيا تحاولت بإس 400 لقطر؟ ونعلم هذا هو السؤال، يعني أنت قلت أن هؤلاء يسعون لحل الأزمة، هم يسعون لحل الأزمة أو بيع ما يمكن بيعه من الأسلحة؟ هذا جانب. ونقطة أخرى، يعني أنا أشير إلى إس 400 منظومة استراتيجية وليست منظومة اقتصادية، يعني روسيا لا تبيعها من أجل الحصول على المال، بل تبيعها من أجل وضع ترتيبات استراتيجية سياسية معينة مع دول معينة وليس كل الدول. يعني الآن هذه المنظومة مطروحة على السعودية نفسها، على الهند وعلى الصين، بينما روسيا لا تحاول بيعها إلى دول أخرى لأن هناك ترتيبات سياسية أمنية عسكرية تتعلق بهذه المنظومة الاستراتيجية. هذه المنظومة ليست منظومة عادية، هذه المنظومة تعطي تفوق كبير جدا للدولة التي تحصل عليها، ترصد طائرات الشبح، ترصد الصواريخ من فاصلة 600 كيلومتر وضربها من فاصلة 400 كيلومتر، يعني تقضي على جميع المخاطر الاستراتيجية حاليا. طيب الصواريخ البالستية الكروز، يعني كما أشرت أنت 400 كيلومتر ربما مدى هذه الصواريخ، لكن هذه الصواريخ حتى السعودية سعت لكسب هذه الصواريخ، وأيضا كان هناك نقاش بينها وبين روسيا في من أجل صفقة بهذا الخصوص، تركيا تريد الحصول على هذه الأسلحة، إيران كذلك، لماذا قطر لا إذن؟ يعني الموضوع هو ليس يتعلق فقط أنه قطر تحصل على هذه الصواريخ، إن حصلت قطر على هذه الصواريخ يعني هناك غطاء روسي لدولة قطر، إذا حصلت عليها تركيا يعني هناك غطاء روسي أمني عسكري. ليس يعني الموضوع ليس يعني هذه المنظومة لا ننظر لها منظومة صواريخ مضادة للطائرات أو للصواريخ فقط، هذه المنظومة تليها ترتيبات أمنية تتعلق بالأقمار الصناعية، رصد وكل شيء. يعني هذه المنظومة ليست منظومة السعودية لا تريد لقطر أن تحصل على هذا النوع من الحماية الاستراتيجية لنقل بأسلحة من هذا النوع؟ طبعا لا تريد، لأنه هي لديها مطالب معينة من قطر، تحدثنا خاصة في مجال
غاز 13 بند. نعم وال 13 بند اللي هي في المرتبة الثانية وليس في المرتبة الأولى. المرتبة الأولى هو ملف الغاز الذي لم يتم الحديث عنه كثيرا، فقط هناك بعض الإشارات في وكالة الأنباء. وإذا تمت هذه الصفقة سيدتي الكريمة، الموضوع لا يتعلق بتأثير هذه الصواريخ على صواريخ مضادة، بل يتعلق بترتيبات أمنية سيتم وضعها قبل تسليم هذه المنظومة إن سلمت إلى قطر مع روسيا، وروسيا لا يمكن مجابهته بهذه السهولة من قبل السعودية أو مصر أو الإمارات أو باقي الدول التي الآن تقف في وجه قطر. قبل أن نتحدث على إمكانية تأثير القرار السعودي على روسيا في إمكانية ثنيها أو عدم ثنيها عن هذا القرار، لنتحدث عن هذه الصواريخ، يعني أو لنتحدث على السعودية وعدم رغبتها في امتلاك قطر لهذه الصواريخ. يعني في إيران عندما تحدثت عن القنبلة النووية قالت إذا امتلكت إيران القنبلة النووية سنمتلكها نحن، لكن الآن السعودية تريد أن تمتلك هذه الأسلحة لكن لا تريد لقطر أن تمتلكها. يعني استراتيجيا كيف يمكن نفهم هذه المعادلة بالنظر لهذا الخط الذي مر عليه سنة من الحصار والعداء تجاه قطر؟ يعني إذا امتلكت قطر هذه المنظومة تعتبر انتصار وإنجاز كبير دبلوماسيا وعسكريا لقطر بجذب قوى عظمى كروسيا لتكون داعما لها بعد تركيا طبعا، وتأثير روسيا أكبر بكثير من تركيا بسبب حضورها بالنظام الدولي ويعني قوتها العسكرية وتأثيرها الأمني والعسكري، وشاهدنا ذلك في حماية النظام السوري. نعم كان واضحا. إذا قارنا يعني إذا خرجنا من موضوع النظام والمعارضة، خذينا الملف السوري بالكامل، نرى أن روسيا كانت في جانب، الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، أوروبا كلها بجانب آخر، لكن في نهاية المطاف نرى أن روسيا حققت إنجازا، إن لم يكن إنجازا كاملا لكن إنجازا كبيرا، لأنه بعد 45 عاما روسيا عادت إلى المياه الدافئة على بحر الأبيض المتوسط، أكثر نقطة حساسية في العالم حاليا، وبالقرب من الاتحاد الأوروبي. والآن المنظومات التي وضعتها روسيا منها منظومة مورمانسك الذي هي جزء المنظومات الاستراتيجية أيضا تعمل على التنصت والتشويش بدائرة بقطر 5000 كيلومتر، يعني تغطي جميع أنحاء أوروبا من الجانب بحر الأبيض المتوسط. فكل هذه إنجازات بالنسبة تعتبر لروسيا حققتها مقابل قوى عظمى أخرى. الآن اليوم قطر المركز الخامس للجيش الأمريكي، القيادي للجيش الأمريكي في العالم، يقع في الدوحة في منطقة العديد. إذا روسيا استطاعت أن تتعاقد مع قطر حول هذه المنظومة، يعني وضعت إحدى قدميها في إحدى قواعد القيادية للجيش الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهندي، يتم من خلال قاعدة العديد في الدوحة. فكل هذه كيف يمكن الولايات المتحدة الأمريكية، هل تنظر بعين الرضا لعملية شراء الأسلحة الأس 400 أم أنها بالعكس يعني السعودية مدفوعة من طرف أمريكا في منع هذا المشروع من أن يتحقق؟ يعني الآن في المنطقة هناك تقاسم أدوار جزئي بين الولايات المتحدة وروسيا لمنع الصين، فلهذا السبب نرى هناك بعض التوافقات، لا نقول توافق كامل، بعض التوافقات بين روسيا والولايات المتحدة في ملفات معينة، منها ملف سوريا مثالا، يعني أنا أشير وأسقطه على الملف القطري. الآن توافق شبه توافق بين الروس والأمريكان حول إخراج إيران وإبعادها من الساحة السورية، هذا حصل بفعل توافقات أمريكية روسية وليس بفعل صدام أمريكي روسي، لأنه أيضا روسيا لا تريد الصين تحضر في هذه المنطقة وسيكون ذلك على حساب حوزات نفوذها. في قطر نفس التقاسم، يعني نحن لا نستطيع القول بأن هناك صدام أيضا بين الولايات المتحدة وروسيا في الملف القطري. وهذا الانفتاح يعني خلنا نقول أنه الموضوع هو متشابك ليس في ذات أبعاد عديدة. يعني اليوم بالأمس نحن سمعنا عن صفقة استراتيجية أيضا بين الإمارات والروس، وهذا يظهر أنه الروس أيضا يحاولون لعبة، يعني لعبة مزدوجة في المنطقة، يستغلون الصراع القطري، يعني الصراع الخليجي من أجل عقد صفقات مع مثلا الإمارات وبالمقابل مع قطر أيضا. نعم حتى قطر اشترى 30 طائرة F-16 من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. معناها الجميع سائر في هذا الطريق للتسليح. نعم للأسف يعني هو يعني القوى العظمى لا نستطيع القول بأنها غير راغبة في هذا الصراع، هي راغبة في هذا الصراع، لكن تريد له سقوط. نعم. تريد له سقفا، لا تريد هذا الصراع مفتوحا، يعني يصل إلى تدخل عسكري. شوفي أستاذة بسمة، لما يهدد جانب مثل السعودية يهدد بالتدخل العسكري، بمعنى أنه يضع يده على إحدى نقاط الحمر بالنسبة للجانب الأوروبي أو الجانب الغربي. الغرب لا يريد صراعا عسكريا مثلا بهذه المنطقة مع قطر أو قطر مع الآخرين. وهل القرار في النهاية بيد هذه الدول إذا أرادت السلم أو الحرب؟ يعني البعض يرى بأن القرار أيضا بيد هذه الدول التي هي تبيع في الأسلحة في النهاية، وهي التي تحدد
يحدد سقف كما ذكرت أنت الخلاف إلى أن يمكن أن يصل، وقد لا يتعدى أو لن يصل إلى الاشتباك المباشر أو الحلول العسكرية. لا شك في ذلك. يعني النظام الإقليمي من هو وضعه؟ وضعته هذه القوة، وإذا تم الإخلال في هذا النظام هذه القوى لن تبقى صامتة، يعني ستتدخل لحلحلة. لا أقول صامتة بأنه تدخل عسكريا، تدخل لديها أوراق ضغوط كثيرة تضغط وتنهي أو تضع سقفا وتضع حدودا لهذا الصراع وتمنع الأطراف أن تتجاوز هذا الحد. يعني شوفي أستاذة بسمة، لما أنا أهدد يعني لا أريد أفعل. التهديد يكفي لإنجاز بعض المطالب. يعني الذي يريد يفعل لن يهدد، لن يكشف عن أوراقه، يتدخل وبعدها يفعل وبعدها لكي لا يفقد عامل المباغة وعامل المفاجأة. ربما أتحول مشاهدينا الكرام إلى مكة المكرمة، ينضم إلينا من هناك أستاذ في جامعة أم القوى الأستاذ القرى عفوا أستاذ عبد الحفيظ محبوب. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الحفيظ. يعني البعض يتساءل في هذا التصريح أو التسريب لصحيفة لوموند عن تهديد السعودية أو طلبها لفرنسا بالضغط من أجل أن لا تمتلك قطر منظومة أسلحة الأس 400، ماذا يمثل هذا بالنسبة لكم إن صح هذا الخبر؟ أهلا وسهلا بكم. أنا أعتقد هذا السؤال كان لضيفك لم يجيب عليه حقيقة. أنا في اعتقادي أن أوروبا حقيقة منزعجة من السعودية. أود أقدم مقدمة فقط سريعة جدا. تفضل. المنطقة تتشكل، تمر بمرحلة ما بعد داعش، بمرحلة ما بعد الربيع العربي الذي يخص الدول المقاطعة لقطر، مرحلة ما بعد الانسحاب من الملف النووي الإيراني الذي يخص الولايات المتحدة وأنت تتحدث عنه الآن. أوروبا منزعجة حقيقة بقيادة فرنسا وألمانيا، من الدور السعودي الضاغط على أمريكا أو والمشجع لها من الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وهو ما تسبب لها خسائر اقتصادية. وذلك أنت لاحظت في الفترة الماضية ماكرون تصريحات ضد السعودية بأن المملكة العربية السعودية احتجزت الرئيس اللبناني. أعتقد يعني أيضا صفقة الأسلحة هذه هي نوع من الضغط على المملكة العربية السعودية. لكن السعودية لم تصدر أي تكذيب لحد الآن، هي كذبت سابقا ما قلت عنها أنه ماكرو تحدث عن احتجاز السعودية للحريري، لكن لحد الآن لم يصدر أي تكذيب لما صدر أو لهذا التسريب. يعني لا الجهات الفرنسية ولا الجهات السعودية قالت بصحة أو عدم صحة هذا الحدث، لكن إن صح كيف يمكن أن نفهم للتلويح بالعمل العسكري وبعد الحصار كان تصريح واضح من دول التي تحاصر قطر بأنه العمل العسكري لم ولن يكون مطروحا وأن هناك 13 بندا هم محور الخلاف بين الدول؟ أنا لا أتحدث الآن عن صحة الحدة وعدم صحته، أنا أتحدث عن الضغوط على الدول المقاطعة قيادة المملكة العربية السعودية، لأن هناك في اجتماع أمريكي خليجي في سبتمبر. الولايات المتحدة تريد توحيد الجهود الخليجية في مواجهة الملف الإيراني. أنا أود فقط ملف الغاز لضيفك الكريم. ملف الغاز مختلف تماما. ملف الغاز هو أساسا ملف أمريكي ضد روسيا بالتحالف مع قطر، يمر عبر تركيا إلى أوروبا. سبب حضور روسيا إلى سوريا هو لقطع هذا الطريق. صحيح هو ضيفي يقصد أن هناك انتقال من حقبة النفط إلى الغاز. الحقيقة دول الخليجية تحتاج إلى هذا الغاز لأنها دول تعتمد على الصناعات البتروكيماوية، والصناعات البتروكيماوية تعتمد بشكل أساسي على الغاز، والغاز لا يوجد في دول الخليج بكميات كبيرة. الأمارات تمتلك غاز بكميات كبيرة، الكويت لا تمتلك، فدول الخليج هي بحاجة إلى هذا الغاز. ولذلك أنا أعتقد النظرية التي قدمها ضيفك هي ليست صحيحة، بل بالعكس هذا الملف هو ملف أمريكي تركي ضد روسيا. الحقيقة روسيا لعبت على هذا الملف لعب صحيح جدا بحضورها إلى سوريا، وأوقفت هذا الطريق الذي كاد يمر من قطر إلى تركيا عبر سوريا ويصل إلى طبعا إلى أوروبا، وهو ما يهدد
انابيب الغاز التي كانت تعبر عبر تركيا، ولذلك هناك تحالف ما قوي ما بين روسيا وتركيا. لكن هذا التحالف من مصلحته استمرار الأزمة الخليجية او بالعكس حلحلة الأزمة وتكثيف الجهود للعمل في جهة واحدة أشرت إليها في بداية مداخلتك، وهي العمل ضد التأثير والنفوذ الإيراني في المنطقة؟ نعم، الآن أوروبا متضايقة من المملكة العربية السعودية التي ساعدت وشجعت الولايات المتحدة وضغطت عليها. الولايات المتحدة الآن تريد أن توحد الجهود في مواجهة النفوذ الإيراني، ولا تريد الملف الخليجي. أنا أعتقد الاجتماع القادم في سبتمبر سيحلحل الأزمة الخليجية. لكن التلويح بالخيار العسكري، ألا تراه قد ينهي أي مسعى سواء من الولايات المتحدة الأمريكية عبر هذا الاجتماع لكامب ديفيد في سبتمبر المقبل، أو أي مبادرة كويتية لعمل أي صلح أو تحلحلة هذه الأزمة؟ هذا التلويح بالخيار العسكري ألا يفسد ذلك؟ أعتقد التلويح بالخيار العسكري لوقف أي صفقة عسكرية، أنا أعتقد هناك تحالف سعودي روسي لقيادة أسواق النفط، ولا أعتقد من الحكمة أن تقدم روسيا على تسليم هذه الأسلحة لقطر. لكن لماذا؟ يعني كل الدول تريد أن تحصل على هذا السلاح، تركيا، إيران، السعودية أيضا قالت تريد امتلاك هذه المنظومة وهي في حال ممتاز. نعم، فلماذا قطر لا تمتلك هذه المنظومة إذن؟ ما الذي يمنع؟ نعم، ضيفك أشار إلى إشارة مهمة جدا وأنا أؤيد فيها. هذه الصواريخ S-400 هي ضمن ترتيبات استراتيجية وأمنية، لا تباع هذه الأسلحة أو هذه المنظومة لأي دولة، لا تباع إلا لدول إقليمية ضمن النظام الإقليمي مثل السعودية، مثل تركيا، مثل الهند، الصين، لكن دول مثل سوريا، مثل بجوار دول مثلا إسرائيل، قطر بجوار السعودية، أنا أعتقد يعني ستقف المملكة العربية السعودية، وأعتقد أنها صادقة وجادة في لو حصلت قطر على هذه الأسلحة ستكون هناك ضربة جوية مباركة. طيب، أرجو أن تبقى معنا دكتور عبد الحفيظ محبوب، ينضم إلينا من تونس الكاتب الصحفي شمس الدين النقاز. أهلا وسهلا بك سيد شمس الدين، كنت تستمع لضيفي من مكة المكرمة. يعني ما هو رأيك، يعني لماذا قطر لا يجب أن تمتلك هذا النوع من الأسلحة الدفاعية؟ تحية طيبة لك وتحية لكل مشاهدي قناة المغاربي. ببساطة لأن قطر أصبحت تمثل تهديدا وخطرا على حكام المملكة العربية السعودية، ففي المقابل الذين يسمحون لأنفسهم فيه بامتلاك كل أنواع الأسلحة المدمرة والمدافعة عن سيادة بلدهم، تراهم يتبعون الخطى نحو منع قطر للحصول على صواريخ أو مضادات S-400. فهذا المكيال الذي تكيل به المملكة العربية السعودية لجارتها قطر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هنالك نية مبيتة مستقبلا لاستهداف قطر عسكريا على غرار المحاولة التي أفشلتها الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف الماضي. فهذه المساعي السعودية لعدم امتلاك قطر لمثل هذه الصواريخ يؤشر إلى أن هنالك نية مبيتة واستراتيجية بعيدة المدى أو متوسطة المدى لاستهداف قطر وترفيعها وإلحاقها في المملكة العربية. ضيفي كان يتحدث أن هذا التهديد لن ينفذ، لكن الغرض منه فقط الإخضاع وغرض منه التأثير على هذه الصفقة التي ستعقد مع الطرف الروسي، ويتحدث أن هذا قرار الحرب أو السلم هو قرار يعود للدول أو القوى الكبرى في النهاية. هو صحيح، لكن هذا التهديد المبطن يخفي وراءه نبرة تحدي ونبرة استعلاء ونبرة في بعض الأحيان نبرة احتقار. يعني أنت عندما تدعي أنك ستقتل قطر إذا امتلكت هذه الصواريخ، فهذا يؤكد أنك لا تخاطب الدولة بالدولة، أنت تخاطب قطر وكأنها يعني شبه إمارة من الإمارات السعودية، وكأنك تخاطب قطر
وكأنها يعني محافظة من محافظات المملكة التي تريد الاستقلال عن المملكة، وأنت تريد ضربها. أنت تتحدث عن دولة ذات سيادة، دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، دولة عضو في مجلس الأمن، دولة ذات سيادة، دولة مستقلة. فهذا التهديد لماذا لم توجهه السعودية للإمارات أو لعمان أو للكويت أو لمثل الدول الأخرى؟ أراها اليوم يعني ترفع التحدي وتتحدى قطر وتريد ترجيع قطر لا لكي. طيب أليس التحدي كان مرفوعا من قطر في النهاية؟ يعني الحديث عن استخدام قوات تركيا هو الذي، الكثير من التسريبات تتحدث على أنه هو الذي حال دون عمل عسكري، يعني استخدام جنود أتراك وقبلهم قاعدة أمريكية في العديد، والآن منظومة صواريخ روسية. يعني أليس هذا ربما الحصول على دعم متعدد الأقطاب يخيف الدولة الجارة السعودية؟ قطر في وضع دفاع وليس في وضع هجوم. كل التحركات التي قامت بها قطر ابتداء من استهداف قاعدة العديد وصولا الى يعني شراء او شراء هذه المنظومة، منظومة صواريخ S-400، هي كلها للدفاع عن سيادتها. قطر تعرف ان نحن لسنا في موضع دفاع عن قطر، نحن نقوم بالتحليل الان. نعم. قطر في موضع دفاع والمملكة العربية السعودية في موضع هجوم. من حق اي دولة ذات سيادة ان تحاول شراء الأسلحة للدفاع عن سيادتها. من حق قطر أن تستقطب القوات التركية لحماية النظام ولحماية الدولة من السقوط في الصيف الماضي. عندما تستنجد السعودية بقوات الكواتر لاقتحام قطر ولترفيع النظام فيها والاعتقال أميرها، هذا يعني أن هذه الدولة، المملكة العربية السعودية وحلفائها لا ينهون خيرا. يعني أنت تلوم قطر بأنها استضافت قوات تركية، ولا تلوم نفسك عندما أردت الاستعانة بقوات مرتزقة من بلاك ووتر لإسقاط النظام في قطر. يعني هذه مفارقة مضحكة، ويجب التأكيد في هذا السياق على أن الوضع يختلف بين المملكة العربية السعودية وقطر. قطر اليوم في وضع حصار، قطر من حقها أن تمتلك مثل هذه الأسلحة للدفاع عن سيادتها. أرجو أن تبقى معنا شمس الدين النجاز ضيفي هنا. يعني روسيا كيف سيكون توجهها؟ إذن هي بين طرفين، طرف يريد الحصول على هذه الأسلحة وهذا يخدمها عسكريا أو لنقل يعني في بيع هذه المنظمات يعود عليها بعائد مالي، لكن في المقابل هناك غضب سعودي، هناك تهديد أيضا بعمل عسكري. روسيا يعني في أي اتجاه يمكن أن تسير؟ يعني من الواضح روسيا لن تضحي بعلاقاتها مع السعودية ومع الإمارات من أجل دفاع عن قطر. هذا شبه مفروغ منه بسبب الصفقة التجارية التي تمت ما بين السعودية وروسيا، وأيضا الصفقة الأمس ما بين الإمارات وروسيا. يعني لا يمكن كتحليل، لا يمكن التعويل على أنه هناك دور روسي سيكون في قطر كما تفعله الولايات المتحدة. إن كانت السعودية تريد عملا عسكريا مفترض، يعني هذا الشيء نحن كتحليل نقوله، المانع هو الولايات المتحدة، القواعد الأمريكية، خاصة القاعدة الأمريكية في العديد، هذا الذي يمنع السعودية. لا يمكنها أن الأمريكانيين يستطيعون أن يعطوا ضوء أخضر، يعني وسبق قد أعطي لي صدام حسين عندما أراد أن يجتاح الكويت ضوء أخضر بأن يفعل أيضا، يعني قضية يسير هذا الطريق. قضية غزو الكويت يعني شوية قضية مختلفة، لا يمكن إسقاطها على النموذج القطري، يعني على هذا الملف تحديدا. لكن نتحدث يعني كفكرة، الدول الكبرى تستطيع أن تعطي أضواء خضراء ثم تتراجع عنها في النهاية. هذا كلامك صحيح. حينما أرادوا تغييرا في النظام الإقليمي أعطوا ضوءا أخضرا للنظام العراقي السابق ليدخل الكويت وغيروا النظام الإقليمي وأسقطوا العراق وحصل ما حصل. لكن هل الآن الولايات المتحدة تريد تغييرا في النظام الإقليمي أو في أدنى تقدير الترتيبات في منطقة الخليج العربي من خلال الأزمة القطرية؟ حتى الآن البوادر لا توحي بذلك. يعني ما رأيناه هو العكس، الولايات المتحدة حاولت مسايرة هذه الأزمة حتى لا الأزمة لا تجتاز الخطوط الحمر التي والسقف الذي يمكن أن تسمح به القوى العظمى، خاصة الولايات المتحدة، مع ما أنه الإدارة الأمريكية منحازة الجانب السعودي، لكن نرى أنه هناك منعا أو خلنا نقول حظرا أمريكيا لتجاوز سقف معين نراه يعني بشكل واضح. طيب دكتور عبد الحفيظ محبوب، يعني السعودية الآن
تحت طائلة أو تتعرض لتهديد من صواريخ البالستية من قبل الحوثيين في اليمن، وهي تتحدث وبشكل مباشر بأن هذه الصواريخ هي صواريخ إيرانية بالدرجة الأولى، وأن إيران هي التي تدعم الحوثيين الذين يستهدفون المملكة بصفة مباشرة. يعني ما مصلحة السعودية في هذا الوقت بالذات الذي هي لديها طرف واحد يمثل لها تهديد؟ لماذا تفتح عدة جبهات على نفسها؟ يعني أليس من الحكمة أن تكون المعركة متجهة في اتجاه واحد على الأقل في هذه المرحلة الحالية؟ دكتور عبد الحفيظ، نعم. واحد. إيه نعم، الملف واحد الحقيقة، فهو ملف إيران، لأن الحقيقة موضوع قطر، التدخل الإيراني في قطر أيضا وتركيا أيضا، ولذلك المملكة العربية السعودية هي تدافع الحقيقة عن أمنها، ودولة إقليمية كبيرة لا يمكن أن تسمح بالتلاعب في أمنها الإقليمي، أمنها الإقليمي سواء الخليجي، وخصوصا أن قطر دولة خليجية. لكن عذرا على المقاطعة، سامحني دكتور عبد الحفيظ، ضيفي قبل قليل من تونس يتحدث على أن هذه الأسلحة دفاعية، يعني ليست موجهة، لا هي أسلحة هجومية ولا تشكل أي خطر أو تهديد للسعودية. لا ابدا. اولا انا دائما تحليلنا السياسي يجب ان يكون استراتيجي وينطلق من تفكير استراتيجي، وكلمات التركية او الخطابات السطحيه حقيقه لا تنفع في التحليل السياسي. هذه اسلحه استراتيجيه، يمكن من اذا عدنا الى الحرب البارده نجد ان حينما نصبت روسيا صواريخها في كوبا الولايات المتحده تحركت ولم تسمح لروسيا بنصب هذه الاسلحه الاستراتيجيه في كوبا. انا اعتقد السيناريو هو نفسه ينطبق اليوم في مع المملكه العربيه السعوديه، بانها لن تسمح بنصب اسلحه استراتيجيه ليست دفاعيه، هذه اسلحه هجوميه، والدفاع عن قطر هو ياتي من دول الخليج، واكبر دوله في المنطقه هي المملكه العربيه السعوديه. لكنها لم تنزعج، هي لم تنزعج عندما سعت ايران لاكتساب هذا النوع من الاسلحه بالذات الاس 400، ولم ترسل ضغط لاي دوله بان توقف هذه الصفقه، فعلت ذلك مع قطر فقط. يعني أليست إيران كما كنت تشير الآن هي العدو الأوحد أو هي أو ما تشكل الخطر الأكبر بالنسبة للسعودية؟ لا، إيران دولة إقليمية، إيران، تركيا، مصر، الهند، الصين، هذه دول إقليمية، لكن قطر ليست دولة إقليمية حتى يسمح لها بنظر. وما الضرر إذا سعت لأن تكون دولة إقليمية؟ البعض يتساءل ما العيب إذا كانت دولة جارة بالنسبة للسعودية؟ هذا بالعكس قد يعزز دور السعودية أكثر أن تكون دولة إقليمية بجوارها، يعني المفروض هذا يكون دعما للمجلس الخليجي، وبالعكس يعني إذا نظر لها بالمعنى الإيجابي. لماذا البعض يرى أنها محاولة لتصغير، وهذه حتى واردة كمصطلح في خطابات المسؤولين السعوديين يتحدثون على أن القضية الأزمة الخليجية قضية صغيرة، قطر دولة صغيرة، يعني دائما اللجوء إلى التصغير في الدور، يعني هل العبرة بالحجم في النهاية؟ لا هو ليست هذه النظرة، النظرة أن قطر تقوم بدور أكبر من حجمها حينما تكون تمتلك منصة سياسية حركية للإخوان المسلمين بالتحالف مع تركيا، تهدد أمن مصر، تهدد أمن دول الخليج. الآن أيضا نفس الأزمة، حينما تكون هناك منصة صواريخ هجومية تهدد أيضا أمن دول المنطقة، ولذلك المملكة العربية السعودية كدولة إقليمية هي إذا ضغطت على إيران واستطاعت أن تنجح في سحب الملف النووي الإيراني بالتعاون مع الولايات المتحدة، وهناك انعكاسات كبيرة على أوروبا. طيب، فما بالك بالملف القطري؟ الملف القطري يعتبر ملف صغير بالنسبة للملف النووي الإيراني. فأنا أعتقد الملف القطري كما ذكر ضيفك قبل قليل، روسيا لن تضحي بمصالحها مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، إنما هي حركة للضغط على دول المقاطعة، الدول الأربع، من أجل تليين موقفها السياسي من المقاطعة مع قطر
في سبتمبر عندما تعقد القمة الأمريكية الخليجية، بحيث تستبق هذه الضغوط، تستبق هذه القمة من أجل أن هذه الدول تحاول تستجيب لبعض. وإذ لم تستجيب قطر، هل ستشهد عمل عسكري؟ وكنت أشرت لذلك في بداية مداخلتك، هل ستشهد عمل عسكري وإن محدود لمنع قطر من هذا، من هذه الخطوة؟ أعتقد لن تشهد عمل عسكري إلا بموافقة الولايات المتحدة، لأن العمل العسكري يعني مع دولة قطر، بسبب كما ذكرت أنت، في هناك قاعدة أمريكية في قطر، لكن أمريكا غير راضية بوجود القاعدة التركية، فقد توافق بقيام المملكة العربية السعودية بعمل عسكري محدود من أجل إخراج هذه القاعدة العسكرية التركية في هذه المنطقة. طيب أرجو أن تبقى معنا دكتور عبد الحفيظ محبوب، لننتقل لباقي محاور حلقتنا اليوم. أعود إليك الأستاذ شمس الدين النجاز، ما هو رأيك؟ وكذلك ربما نتحدث، ضيفي هنا أشار إلى أن هذه الأسلحة هي استراتيجية بالدرجة الأولى، يعني وهي تمثل دعم روسي أو تشكل كأنه دعم روسي لقطر، يعني ضيفي ربما اتجه إلى أنه لا يمكن لقطر أو لروسيا لنقل أن تغامر بعلاقتها مع المملكة العربية السعودية وتمضي بهذه الصفقة قدما مع قطر، ما هو رأيك أنت؟ هو في الحقيقة مثل ما يعني الآن ضيفك يتحدث عن الاستراتيجية واستصغر الرأي الذي قلته في حين أنه ينفي عن هذه الصفقة، ينفي عنها الصبغة الدفاعية، ويؤكد أن منظومة هذه المنظومة هي منظومة هجومية، في حين أن التسمية الصحيحة لها هي منظومة دفاع جوي. يعني أنا لا أفهم كيف أن هذه المنظومة الدفاعية التي تؤمن وتدافع عن المجال الجوي القطري، كيف ستكون هذه المنظومة؟ لكن مداها 400 كيلومتر، يعني هي بعيدة المدى. هي بعيدة المدى لأن هنالك طائرات وهنالك أهداف للتدخل عسكريا في قطر، هي من حقها أن تأخذ، أن تشتري مثل هذا هكذا منظومات للدفاع عن مجالها الجوي. يعني دكتور عبد الحفيظ يرى بأن قطر ليست دولة إقليمية، يعني ليس ممنوعا على دول إقليمية مثل تركيا ومثل إيران أن تمتلك مثل هذه الصواريخ، لكن ليس قطر، يقول أنها تلعب دور أكبر من حجمها المطلوب. يعني أنت عندما حصلت قطر أصبحت دولة إقليمية، أخبرنا أمكارنا، أنت عندما حصلت قطر وأردت ترجيحها أنت اعترفت بدورها الإقليمي في هذه المنطقة. هذا التحليل لا أراه صائبا، لأن احتقار أو التنقيص من دور قطر، لأنها مثل ما يقول ولي العهد السعودي، مشكلة قطر صغيرة جدا جدا جدا، لكن بكل مناسبة نتأكد من أن هذه المشكلة أصبحت تصدع رؤوس المسؤولين السعوديين. لماذا من حق السعودية أن تمتلك مثل هذه المنظومة؟ لماذا وقعت السعودية عقدا لامتلاك هذه المنظومة الصاروخية بأكثر من 3 مليارات دولار، في حين تمنع قطر من ذلك؟ الآن قطر عندها تهديدات من السعودية وعندها تهديدات من أكثر من دولة تهددها للاستباحة أراضيها، فمن حقها بالعكس هنالك تهديدات الآن الوجودية على قطر أكثر منها على السعودية. ففي وقت تتهدد قطر من أكثر من دولة على غرار مصر والبحرين والإمارات والسعودية، تتهدد السعودية فقط من إيران. يعني الآن الصراع الوجودي في المنطقة يريد أن يختزله السعوديون بين قوة، ليست فقط السعودية التي تريد أن تختزل الصراع كله في إيران، السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني آخر تصريح لمايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قال أن ترامب يرغب في إيجاد حل للأزمة الخليجية لأن الأزمة الخليجية تفيد إيران، يعني هذا هو تصريحه بالحرف الواحد. يعني ومعروف يعني بومبيو بأنه من الصقور المناهضين لدور الإيراني في المنطقة، يعني لماذا لا نأخذ المنطقة من هذا البعد، ليس فقط السعودي ولكن توجه لنقل دولي بالمواجهة مع إيران، وتبدأ ربما بهذه التفاصيل؟ كلها مناورات، لماذا لم تهاجم؟ لماذا لم تقطع أنت يعني ذنب الأفعى في سوريا؟ لماذا لم تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية مختلف الأهداف الإيرانية في سوريا؟ لماذا لم تستهدف مختلف الأهداف الإيرانية في اليمن؟ يعني كل هذه تصريحات يريدون من خلالها استغباء فئة من فئة من الشعب العربي، والنفخ في صورة المملكة العربية السعودية وإظهارها بأنها بثوب المناهض والمضاد والمدافع عن السنة في وجه إيران الشيعية.
فهذه التصريحات تذكرني بأن إدارة ترامب كانت في وقت مضى رافضة، والمسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن أن المساس بولي العهد السعودي محمد بن نايف خط أحمر، ثم نتفاجأ بانقلاب على ولي العهد محمد بن نايف وصعود محمد بن سلمان. هذه التصريحات كلها تجميلية وكلها لابتزاز المملكة العربية السعودية ولابتزاز بعض القوى في العالم العربي والإسلامي لأكثر منه ولا أقل. أرجو أن تبقى معنا الأستاذ شمس الدين ضيفي هنا، يعني لنعود إلى البعد السياسي ومحاولة حلحلة هذه الأزمة. نتحدث عن قيمة كام ديفيدن المزمعة في سبتمبر هذا العامل، هل يقرب إلى حل هذه المشكلة؟ والبعض يقول يعني كلما تصاعدت الأمور أكثر كلما كانت أقرب، يعني كلما تكاشفت يعني الدول وكل طرف بما يريد أن يحققه ربما في النهاية سيتم الحصول أو الوصول إلى حل، أم أن ترى أن هذا التصعيد العسكري أو الترويح بهذا الحل قد يبتعد أكثر عن الحل السياسي؟ يعني التهديد هو سيكون ورقة ضغط فقط من أجل مفاوضات أو أخذ عطاء الآن يتم بالسر وليس لكن ما بالعلن. مصلحة أن تكون هذه التهديدات من الطرف الفرنسي أو تسريبات أكيد تكون لحد الآن الرئاسة الفرنسية لم تعلق على ذلك، لم تنفي ذلك، يعني ما زال الأمر قائم. ما مصلحة فرنسا؟ كان ضيفي قبل قليل عبد الحفيظ محبوب تحدث بأن هناك عادة مريضة أوروبي لأن هي متمسكة بالاتفاق النووي، بينما السعودية يتوافق مع الطرف الأمريكي بإلغاء هذا الاتفاق. لماذا لا يكون هذا الضغط أوروبي في هذا الاتجاه؟ يعني الضغط الأوروبي إذا رأينا الانزعاج السعودي من ألمانيا من خلال إلغاء الصفقات مع ألمانيا، نرى أنه هناك عدم تطابق في وجهات النظر بين أوروبا والسعودية في عدة ملفات، وذروة هذا العدم التطابق في الموقف الألماني، الموقف الفرنسي أكثر ليونة بهذا الجانب من ألمانيا. وفي المقابل هناك مواقف متطابقة مع الجانب الإيراني. طبعا، لأنه سبب واضح، أوروبا ليست لديها موطئ قدم آخر إلا إيران يبقى تأثيرها على مشهد منطقة الشرق الأوسط. فقدت كل أوراقها أوروبا بالنسبة، نتحدث عن الاتحاد الأوروبي. لهذا السبب أوروبا هي أكثر تشددا للحفاظ على الاتفاق النووي من روسيا ومن الصين. يعني إذا نقول بأن الصين وروسيا هما أقرب لإيران، نرى أن روسيا هي شبه متخلية عن الاتفاق النووي، يعني بعض تصريحات فقط يعني، وآخرها كانت شركة لوك أويل الروسية الشهيرة، ثاني أكبر شركة نفط في روسيا، انسحبت من السوق الإيرانية قبل أقل من أسبوع. فروسيا يعني أوروبا ترى في إيران الأمل الوحيد لها للبقاء للتأثير على مشهد منطقة الشرق الأوسط بعد خسارة أوراق عديدة في المنطقة لحساب روسيا، يعني لصالح روسيا والولايات لكن المتحدة. روسيا الآن يعني في أي اتجاه يمكن أن تذهب؟ يعني هي في النهاية الحل بيدها، سواء عقدت هذه الصفقة أو لم تعقد. يعني قطر هي في النهاية طلبت هذا أن يتم هذا الأمر، يعني الضغط الآن موجه عبر فرنسا، ولكن المعني روسيا في النهاية. أنا أرى العكس، روسيا، أنا قراءتي من المشهد أن روسيا لن تذهب باتجاه عقد هذه الصفقة، تلوح بها أو تسريبات هناك وهنا، تأخذ امتيازات من دول أخرى، أقصد السعودية والبحرين وقطر وباقي الدول المعنية بهذا الملف، وبعدها لا تبادر بعقد هذه الصفقة. أما التسريب الفرنسي، أنا أرى أنه هناك ضغوط على فرنسا من جانب الخليجي. نعم. يعني سبقه أيضا تصريح ماكرو حول احتجاز الحريري، وهذا كان سابقا بعد مرور قرابة السنة عن هذا. يعني هذه تعتبر الإنذار الثاني للجانب السعودي. بعد تسريب الرئيس الفرنسي هناك تسريب فرنسي ثاني، وليس تسريب خطاب في يعني الحياة. في الواقع لأن لوموند ليست صحيفة هينة يعني هامشية، لوموند جزء الصحف الرئيسية في، وحتى كما تفضلتي صمت الإليزيه حتى الآن حول هذا التصريح الذي نسب للرئيس أيضا للرئيس الفرنسي، يعني المفروض أنه يتم تفنيده نفيه أو تصحيحه يعني في أدنى تقدير. فهذا هو يعني هناك رضا فرنسي في هذا التسريب، رضا حكومي من أجل المزيد من الإنذار للجانب السعودي، وهذا الإنذار يظهر أن هناك انزعاج فرنسي أيضا. يعني فرنسا منزعجة من شيء. هل السعودية أزعج هذا التسريب في النهاية؟ هل تنزعج من تسريب أنا لا أرى أشياء من هذا القبيل؟ لا أرى ذلك، لأنه الجانب السعودي لم يخفي رغبته في عمل عسكري، وحتى هناك صحف محسوبة على السعودية منها صحيفة عكاظ أشارت خلال فترات ماضية أنه هناك من الوارد أن يكون عملا عسكريا. يعني الإعلام السعودي سبق وأشار إلى هذه. طبعا هناك لا توجد تصريحات
الترويح بالحل العسكري أليس يقتضي من الجانب القطري أن يتحصن، أن يأتي بمنظومة دفاع جوية، أن يأتي بقوات تركية؟ يعني كل ما تقوم به قطر الآن أصبح مبررا بالنظر لكمية العداء التي توجه تجاهها. ربما أوجه هذا السؤال لضيفي من مكة المكرمة، ما هو رأيك؟ يعني أليس يعني كمية التهديد والتلويح بالحرب، هذه التسريبات التي سبقها كما أشار ضيفي، تلويحات أيضا عبر صحف سعودية، أليس هذا يقتضي بالجانب الآخر الدفاع عن نفسه والإتياء بكل عوامل القوة من أجل التحصين؟ أنا يعني ممكن أختلف قليلا. دول الخليج كمنظومة متكاملة، أنت تتذكرين حينما 2011 حينما تم تهديد البحرين، دخلت القوات السعودية عبر درع الجزيرة وحمت البحرين. المملكة العربية السعودية تحمي قطر، ولن في ظل هذه الظروف لن تقبل أي دولة خارجية سواء إيران أو غيرها أن يعني تنال من قطر. أحد العوامل التي أعاقت الصلح ما بين الدول الرباعية وقطر هو وجود القوات التركية في قطر، وترفض قطر إخراج هذه القوات التركية لأن تركيا نفسها ترفض الخروج. أعتقد هذا الملف أو هذه النقطة أو هذا العامل إذا لم تخرج القوات التركية من قطر يمكن أن يؤدي إلى حرب جراحية أو طيب. القوات التركية هي في سوريا أيضا، ويطلب منها اليوم نسمح من وزير الخارجية السوري يتحدث على أنها قوات يعني احتلال، تقوم باحتلال مناطق من أراضي السورية. يعني هذا التصعيد باتجاه تركيا هو ليس فقط في تواجدها أو وجود لها قوات في قطر، ولكن أيضا الموجودة في سوريا. يعني لماذا الآن تتجه البوصلة إلى تركيا بهذا الشكل؟ لا هذا مختلف. يعني انت تتذكرين حينما اتت يعني اردوغان دار ميناء سواكن واراد ان يعني ان يقيم قاعده فيه، كيف كان دور المملكه العربيه السعوديه؟ ما سوريا تختلف، مجاوره لتركيا، وهناك لاجئين في تركيا، هناك الورقه الكرديه، لكن ما دخل تركيا انها تاتي الى دوله خليجيه صغيره هي تقع تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي ويضمهم تضمهم منظومة واحدة ودفاع مشترك. فأعتقد يعتبر تعدي تركي على دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية لن ترضى أو لن ترضخ بوجود أو لن تقبل بوجود هذه القوات التركية في قطر، كما يعني نجحت في إخراج القوات التركية. لكن لماذا الاعتراض عن القوات التركية وليس الأمريكية؟ وستخرج أيضا من جيبوتي، من منطقة القرن. طيب لماذا تركيا بالذات، عذرا يعني هذا السؤال يعني قبل أن ينتهي وقت البرنامج، لماذا الاعتراض على التواجد التركي؟ يعني إذا كانت جملة القوات الأجنبية في المنطقة الخليجية مرفوضة، فلماذا القوات الأمريكية ليس معنية وهي موجودة وبشكل أكبر من التواجد التركي يعني بعشرات المرات؟ صحيح، تركيا لديها مشروع على غرار مشروع الحرس الثوري، لديها مشروع في 2023 سيكون لديها نفوذ في المنطقة بعدما اتجه نحو الشرق، نفوذ في البحر الأحمر، في القرن الإفريقي، في الخليج العربي، هناك تفاهمات مع وضحت فكرتك. اعذرني شكرا جزيلا، اعذرني فقط لضيق الوقت دكتور عبد الحفيظ محبوب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مكة المكرمة. أعود إلى ضيفي من تونس الكاتب الصحفي شمس الدين النكازي. يعني كيف يمكن أن نتصور أو نتوقع نهاية هذه الأزمة وهذه المعطيات التي جاءت بعد مرور سنة على حصار قطر؟ ما الذي ستضيف إلى المشهد؟ يعني هل باتجاه الحل أم باتجاه التعقيد بحسب رأيك؟ يبدو أننا فقدنا ضيفي من تونس شمس الدين النجاز. ضيفي هنا يعني بنفس السؤال، ربما نختم حلقة اليوم. يعني ممكن تكرر السؤال لحظة أخرى؟ نتحدث على أنه هذه المعطيات تزيد في حل الأزمة أم تعقيدها؟ يعني هذه المعطيات ستزيد تعقيد الأزمة، لأنه طالما يعني النبرة مرتفعة من أحد الأطراف في الأزمة، لا يمكن يعني الجلوس للطرف المقابل من موضع يعني استحقار أو استخفاف على هذه على أي طاولة مفاوضات. فيعني الدول التي الآن تريد هذه المطالب
هي لم تتنازل على عن أي مطلب من مطالبها ولا يزال تصعد. يعني لم نرى يعني محاولات الكويتية على سبيل المثال أو المحاولات العمانية، لم تفلح كل هذه المحاولات في ترتيب بيت الداخل. لكن يبدو أنه من الطرفين يوجد هذا، حتى قطر تعتبر بأن هذه المطالب هي عبارة عن اعتداء عن أو وصاية خليجية على دولة قطر، وفي المقابل دول الحصار تتمسك بهذه المطالب الثلاثة. يعني هي تعجيزية بالأحرى وليست فقط وصايا، يعني هذه لا يمكن تنفيذها كالمطالب التي طرحها مايك بومبيو على ايران، ايضا مطالب تعجيزيه 12 مطلب. فيريدون تنازلات كبيره، وانا اكرر يتعلق بان السعوديه تريد حصه في الملف الغاز بامتياز. طيب. اذا تم حلحله ذلك الملف الذي لم يتم الحديث عنه بالعلن، طيب، سنشهد هذه المطالب ستزول او سيتم التوافق عنها. كيف سيؤثر ذلك؟ يعني ان نرى واقع عربي ملتهب، ازمات وحروب في كل المناطق العربيه، يضاف اليها الازمه الخليجيه، يعني اليس من الحكمه والتعقل ان يكون المضي قدما بشكل موحد لحل ازمات الجوار بدل من اشعال ازمات جديده؟ يعني احنا اذا الحاله العربيه أخذناها بشكل عام هي بعيدة كل البعد عن الحكمة. يعني في أي ملف يوجد حكمة؟ يعني نحن رأينا في أرمينيا حصلت احتجاجات وانتفاضة أدت إلى تغيير رئيس الوزراء وانتهى دون دماء. يعني نحن لم نشهد أي حلا حكيما في أي أزمة عربية. للأسف هذه مشكلة النخب، النخب الحاكمة والنخب غير الحاكمة، كلاهما في نفس المسير غير الحكيم، يعني يتجهون مسير غير عقلاني أصلا نهائيا للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك دكتور محمد المذحجي الكاتب الإعلامي، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا ضيفي من تونس شمس الدين النجاز الكاتب الصحفي، للأسف فقدنا الاتصال به. أجدد شكري لضيفي من السعودية أستاذ والدكتور عبد الحفيظ محبوب، أستاذ في جامعة أم القرى. الشكر لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء. شكرا.